رايك في اللي بيعمله صلاح؟ صلاح ملهم. ملهم للي بيلعب كوره واللي ما بيلعبش كوره. راجل كسر كل القوانين لاي انسان مصري. عنده استمراريه مش طبيعيه. بقاله دلوقتي 7 سنين توب فورم. كل سنه انت بتقعد تقول ما بينك وبين نفسك خلاص يعني هي دي اخر سنه اخر سنه يكسر فيها الدنيا. وساعات بتقعد تقول ليه يعني مثلا لما مشي من تشيلسي راح فيورنتينا ليه يا صلاح وكده ايه ده وكده فيورنتينا روما كله قاعد يقول ليه ما انت ماشي كويس راح مفاجئ كل الناس. ليفربول كانت ليفربول بقى لها مثلا 15 سنه وحشه جدا فهو رايح فرقه بالبلدي ميته رايح راح مفوق ليفربول واخد معاها بطولات. هو كل البطولات اللي ليفربول واخدها اخر 5 سنين هو المشارك فيها بنسبه 80% تقريبا. صحيح. فهو صلاح بصراحه فخر لمصر وان شاء الله الراجل ده يفضل مكمل حوالي يلعب لحد كاس العالم اللي جاي كمان ان شاء الله. يا رب يوصل لحد كاس العالم.